انا ممكن اشرح له. فاجأتنا التأمينات الاجتماعية بخبر، يعني انا قريته كده، وبرضه هنعرف برضه تفاصيله وصحته، بوقف زيادة المعاشات. احنا طبعا كنا اخبارنا اللي فاتت كلها كانت سارة، وكنا بنجيب لكم كل الاخبار، سواء الناس حبايبنا المعاشات او الموظفين، بموضوع الزيادات وصرف الزيادات. ففاجأتنا اليوم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فاجأتنا بخبر غير سار، وليس لكل المعاشات ولكن لقطاعات كبيرة ومختلفة منهم. فقد أوقفت التأمينات الاجتماعية والمعاشات بموجب قانون المعاشات الجديد، القانون رقم 148 لسنة 2019، فاجأتنا بصرف زيادة المعاشات المقدرة بنسبة 15% للمستفيدين الجدد، بداية لعدم استحقاقهم الزيادة السنوية لهذا العام. وده بسبب ايه؟ بسبب بدء العام المالي الجديد، حيث نظمت مواد القانون المستفيدين من الزيادة السنوية على هذا الأساس، ليكون مع نهاية شهر يونيو من كل عام بحسب المادة 100، حسب المادة 35. هذا وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات كانت قد بدأت قبل حوالي 4 أشهر في صرف زيادة المعاشات الجديد، وبالتحديد في أول أبريل بعد تعديلات تشريعية بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس النواب، قدرت حينها بنسبة حوالي 15%، 15% من المعاش الكلي الذي يتحصل عليه المستفيدون. ووفقا لما بدأ بقانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، فإن زيادة المعاشات تصرف للمستفيدين والمستحقين للمعاش حتى 30 يونيو من كل عام، حتى ولو تم تغيير موعد صرف الزيادة الجديدة، حتى ولو تم تغيير موعد الصرف بقرارها تاني. وبيكون من حق المستفيدين للمعاشات الى هذا التاريخ الحصول على الزيادة المقررة بموجب القانون. وده بيجي وفقا لنص المادة رقم 35 من قانون المعاشات الجديد، والتي نصت على انه المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من اول يوليو، وبنسبة معدل التضخم لحد اقصى لنسبة الزيادة حوالي 15%. وهذا يعني انه بداية من يوليو، واذا كان في هناك مستفيدين جدد من المعاشات يتقاضون مستحقاتهم لاول مرة، فيحق لهم الزيادة التي تصرف العام التالي وليست التي صرفت قبل ذلك. يحق لهم الزيادة زي ما قلنا التي تصرف العام التالي وليس التي صرفت قبل ذلك، وليست التي صرفت قبل ذلك. هذا وبناء على ما سمعتم، الذين حصلوا على معاش من اول شهر يوليو ولم يكونوا قد حصلوا على معاش بعد ذلك، يعني اللي حصلوا على معاش بداية من شهر يوليو ولم يكن قد حصلوا على معاش قبل هذا التاريخ، وبموجب القانون لا يحق لهم صرف الزيادة الجديدة اللي هي 15%. إذا وبناء على ما تقدم، الذين حصلوا على معاش بداية من أول شهر يوليو ولم يكونوا قد حصلوا على معاش قبل هذا التاريخ، وبموجب القانون لا يحق لهم صرف الزيادة الحالية وهي 15%، لكن مع صدور قرار بزيادة أخرى في السنوات التالية يحق لهم الحصول على تلك الزيادة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، هو يعني فيديو سريع كده بس، ولكن أنا حبيت أوضح لكم اللي بيتقال، وبجيب لكم كل جديد إن شاء الله. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، وضغطوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.